An entire تلك set مجموعة of 23 كاملة من 23 زوج من الكروموزومات وتسمى جينوم. الجينوم البشري يتكون من 3 بليون من زوج القواعد، ويسمى الاختلاف في قاعدة واحدة للزوج سنب، أو التغيرات الفردية متعددة الأشكال لنيوكليتيد. عندما يصنع الجسم خلايا جديدة لا ينتج كثير من الأخطاء، لكن لا أحد مثالي. أحيانا عندما يتم نسخ الجينوم لصنع خلية جديدة، قد يحذف يضاف أو يستبدل زوج قاعدة واحد. استبدال زوج قاعدة واحد يخلق سنيبس، وهناك حوالي 10 مليون سنيبس في الجينوم البشري التي تشكل العديد من الاختلافات الجينية بينك وبين أي شخص آخر على هذا الكوكب. بعض السنيبس تشكل الاختلاف في المظهر، فإن حالات أخرى قد تؤثر في طريقة تطويرنا للأمراض أو الاستجابة للعقاقير. ومع ذلك معظم السنيبس تؤدي إلى عدم وجود اختلافات ملحوظة بين الناس على الإطلاق، حيث تنتقل الفروق باستمرار من جيل إلى جيل. عدد الاختلافات بين الدي ان ايه الخاصة بك وجيرانك يخبرك كيف أنتم وثيقي الصلة ببعضكم البعض.